السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم أجر العاملين. كما عودناكم البرنامج يتكلم عن نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة. حلقتنا لهذا اليوم عن قسم مهم وهو عصب من الأقسام المهمة في نشر فكرة البيت عليهم السلام، ألا وهو قسم الشؤون الفكرية والثقافية. معنا ضيف هذا الحلقة السيد عقيل الياسري معاون رئيس القسم، فأهلا وسهلا به. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك سيدنا. قسم الشؤون الفكرية والثقافية على حد علمي هو تأسس تقريبا في أواخر 2003 أو ربما بداية 2004، قسم عريق تكفل بنشر فكرة البيت عليهم السلام. يا ريت تخلينا بالصورة مهام القسم من خلال شعبه وأقسامه في نشر هذه الثقافة، وخاصة خدمة الزائر، وإحنا عندنا موسم 40 تقريبا هو الموسم الرئيسي وقبل موسم محرم طوال السنة. بداية عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، مصاب ذكرى 40 مولانا الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل والمجموعة الطيبة التي استشهدت في سبيل إعلاء كلمة الحق. لا يخفى على الجميع ما لأهمية الثقافة ونشر الوعي، نشر الوعي ونشر ثقافة آل البيت عليهم السلام من خلال المؤسسات الدينية. وأيضا لا يخفى على الجميع أن العتبات المقدسة اليوم أصبحت مراكز إشعاع ومراكز انبثاق النور، إضافة إلى كونها مرقد طاهر للزيارة والتبرك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بآل البيت عليهم السلام. أصبحت مراكز لنشر فكر آل البيت، الفكر الحق، الفكر السليم، واستهداف كافة الشرائح المثقفة ومتوسطة الثقافة وغيرها من الشرائح. قسم الشؤون الفكرية والثقافية مثل ما تفضلتوا، أول ما أنشأت يعني عفوا بعد استلام المرجعية الدينية لإدارة العتبات كانت لجنة الإعلام. ما بعد 2005 أواسط 2005 استحدث قسم الشؤون الفكرية والثقافية أحد أقسام العتبة العباسية المقدسة. طبعا هذا القسم يضم أكثر من 17 شعبة، هذه الشعب متنوعة في أعمالها، منها التي يعني في داخل العتبة وفي خارج العتبة وفي محافظات مثل محافظة النجف الأشرف لمكانة هذه المدينة وعراقتها ووجود الحوزة العلمية يعني باعتبار القسم هو شغل النشاط الفكري مع يعني مع العلماء، مع رجال الدين، إضافة إلى مركز في قم المقدسة ولبنان. طبعا جميع هذه الأقسام، هذه يعني الشعب مؤسسات، عفوا أقاطعكم، يعني مؤسسات أو شعب قسم الشؤون الفكرية والثقافية يوحي بأنه مؤسسة ذات أبعاد دولية، يعني له فروع وأذرع في خارج داخل وخارج العراق. داخل وخارج القطر الجميع يسعى لنشر فكرة للبيت ولإخراج هذه الكنوز التي ربما لم ترى النور من قبل، إضافة إلى ما يتم طرحه من خلال الوسائل الحديثة. التكنولوجيا الحديثة اليوم أصبحت ملازمة للمواطن، وننشر في إذاعة في موقع الإلكتروني. ويا ريت ندخل يعني هسه سيدنا المهام، يعني هسه قد المشاهد الكريم قد يسمع الشؤون الفكرية والثقافية، يعني شنو أدوات إيصال الفكر؟ يعني أنت عندك مثل إذاعة؟ لدينا إذاعة متخصصة بشؤون المرأة سميت إذاعة الكفيل، أثيرها يصل من جنوب العراق إلى شماله، إضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت من خارج يعني خارج العراق أيضا يتمكنون من سمع برامج هذه الإذاعة. لدينا موقع إلكتروني لنشر، إضافة إلى ما يطبع ورقيا ينشر إلكترونيا في هذه المواقع. شعبة المكتبة من الشعب النشطة والفاعلة، هي شعبة بحد ذاتها ولكن متفرعة إلى عدة مراكز. إذن هي مؤسسة يعني ربما إداريا تسمى شعبة لكن هي مؤسسة خدمية فكرية كبيرة متشعبة. لدينا مركز للفهرسة والتصنيف، لدينا مركز لترميم المخطوطات وإحياء هذا التراث الذي مر عليه مئات السنين وتقادم نعيد له الحياة. لدينا مركز
تصوير وفهرسة المخطوطات، مشفى المخطوطات، مشفى المخطوطات الذي يعد من أوائل المشافي في العراق ومن أهمها، وكثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لديها تعاون ونقدم لها الدعم والمساعدة، إضافة إلى الدورات التي يحتاجها الآخرين، وكل ذلك خدمة للعلم والعلماء ونشر فكر آل البيت عليهم السلام، أو للحفاظ على التراث العراقي. تراث، أحسنتم. يعني في موضوع التراث وأنا جاي أسأل هنا، أنتوا الآن عندكم هاي المراكز التابعة للمكتبة والمخطوطات وجانب عندكم مجال بالتأليف أكيد، يعني هذا الموضوع يعني مجال التأليف، نعم، تأليف التحقيق باعتبار عندكم مخطوطات. نعم، الكتب المخطوطات القديمة تحقق وتطبع، إضافة إلى شعبة النشرات والدراسات أيضا تؤلف الموسوعات، إضافة إلى الكراسات التوعوية التثقيفية التي تهتم بجميع الشرائح، الشباب، المرأة، التعامل مع الأطفال، كبار السن، إضافة إلى ما ينتجه المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية من دوريات محكمة وغير محكمة، إضافة إلى الدخول في مجال الاستشراق والاستغراب ومجلة العقيدة، وكل ذلك خدمة قسم منها محكم وقسم ساعين إن شاء الله، لأن تكون محكمة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. زين سيدنا، الآن ذكرت هالمراكز تقريبا، يعني ولو تقديرا كم تتوقع كم عنوان صدر من عندكم يعني من هاي الفترة؟ أكثر من 300 عنوان، بين موسوعة، بين مجلات، بين كتب، بين أثر كان مخطوط وطبع وحقق وطبع، أضافة إلى الدوريات والكراسات. لدينا مركز العميد الدولي، هذا المركز الذي يعنى بالأبحاث والجانب الأكاديمي، أكثر من مجلة محكمة يصدرها هذا المركز، مثل مجلة العميد، مجلة تسليم، مجلة الباهر، وإن شاء الله ساعين إلى تحكيم قسم من هذه الدور الإصدارات، المجلات خصوصاً المجلات التي تهتم بنشر الأبحاث الأكاديمية والأبحاث التي يكتبها رجال الدين، كل ذلك خدمة للمذهب وإعلاء كلمة المذهب ونشر الفكر الحق لأهل البيت عليهم السلام، بعيداً عن ما يدسه الغير من سموم في بعض المواقع أو الإصدارات التي تحاول أن تشوه من صورة الإسلام الحق. إن شاء الله نحن والساعين من باقي العتبات والمؤسسات الثقافية الرصينة لنشر التي تسعى لنشر فكر آل البيت عليهم السلام. إذن أنتم يعني قسمكم هو عملية يعني نقدر نسميها تغذية للعقول، نعم، عموم الناس، تحصين وتحصين وتزويد بمعلومات. لدينا أكثر، نعم، قاطعك، لدينا أكثر من مركز يهتم ببناء الشخصية الأكاديمية الثقافية التي تحصن من الأفكار المتطرفة، مثلاً بملتقى القمر، مركز ملتقى القمر، زين، يهتم ببناء الشباب الأكاديميين، يدخلهم في دورات لمعرفة يعني الفكر الحق، نعم، تأهيل الفكر الحق، وثم إمكانية أن يناقش وإمكانية أن يكون هو محاضر لبقية أخوانه. كذلك في معهد تراث الأنبياء هذه الفكرة موجودة، التدريس الإلكتروني وخلق أساتذة وأكاديميين قادرين على المجابهة ونشر الفكر الحق في بلدانهم، في محافظاتهم، مركز القمر للإعلام الرقمي، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، جميع هذه المراكز طبعا لا يسع يعني أكثر من ساعة يحتاج لنا برنامج لتعداد هذه الشعب والمراكز، ولكن لضيق الوقت ولتسليط الضوء على الخدمات في الأربعينية سنذكرها بالتسلسل، نعم، وذكر عام. نحن راح نروح هسه إلى فاصل ونواصل إن شاء الله.
التزاماً بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وهذه الجولة في أروقة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، هذه المؤسسة الضخمة بل ربما المظلة لمجموعة مؤسسات. سيد عقيل ياسري، ظهر انه هاي الاعمال، انا حقيقه بعض المؤسسات ربما تقول فوق ال 17، اعتقد ان حكينا عن 10 او شيء من القبيل، فيا ريت تعطونا بعض اللمحات حتى المشاهدين يعرفون حجم الخدمات الفكريه والثقافيه المقدمه من خلال هاي المؤسسه. بلا شك انه الوقت المخصص لقسمنا لا يسمح لان نطرح كل ما يتم انتاجه في هذا القسم المبارك. لدينا مركز الكفيل لتقنية المعلومات، هذا المركز الذي متخصص بالبرمجة، طبعا من نتاجاته برامج تسعى إلى خدمة الطالب في طلبة الكليات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة المدارس الإعدادية والمتوسطة والإعدادية، وغيرها من البرامج التي تسعى العتبة لأن تكون مكتفية ذاتيا بالبرامج التي تخدم مؤسسات العتبة والمجتمع، سواء المجتمع الذي نتشرف بخدمته، العتبات المقدسة، الأمور الدينية. يعني أنظمة برمجية لتشغيل هذه المؤسسات ومن ضمن مؤسسات العتبة المقدسة لخدمة الزائرين، بإنتاج بكوادر عراقية 100% حتى لا نحتاج إلى الغير ونكون ملزمين بدفع أجور ومبالغ طائلة، هذا شيء مهم، ونكون يعني تحت سيطرته، أنه متى ما صار خلل نلجأ إلى لله الحمد. في العتبة العباسية المقدسة مركز الكفيل لتقنية المعلومات أغنانا عن هذه المسألة، ولدينا الكثير من البرامج التي إن شاء الله ستطرح في بداية العام القادم 2021. إضافة إلى ذلك، قسم الشؤون الفكرية والثقافية بمساعدة باقي الأقسام، أقسام العتبة المقدسة، يسعى دائما لإقامة المهرجانات والمؤتمرات سواء داخل القطر خارج القطر، أكثر من 7 مهرجانات، أكثر من 7 عناوين قصدي، ربما كل عنوان أخذ 6-7 دورات في بلدان، الهند، إيران، باكستان، لبنان، تركيا. ولكن لهذه الظروف التي مر بها العالم من جائحة كورونا توقفت هذه السنة، وإن شاء الله نشر فكرة البيت ونشر نشر فكرة البيت نشر، وأعتقد حتى كان يعني حسب متابعاتي ما يخص موسم 40، أعتقد أقيم يعني حول طريق 40 ودعوة الناس لموضوع 40 والتثقيف لمسألة في الأمم المتحدة العام الماضي والولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة، نعم، بمشاركة مجموعة من الباحثين الحوزويين رجال الدين إضافة إلى الأكاديميين، وكان مؤتمر ناجح بكل معايير النجاح وبشهادة ذوي الاختصاص، إضافة إلى المهرجانات التي تقام في ولادات الأئمة وذكرى استشهاد الأئمة، لنشر فكرهم ونشر فكرة للبيت، نشر الدروس والعبر المستخلصة من حياتهم، إضافة إلى الجانب المهم هو التواصل مع محبي آل البيت في تلك البلدان. الملايين لا تستطيع أن تأتي إلى زيارة العتبات المقدسة، فالعتبة آلت على نفسها أن تذهب بنفسها إلى تلك البلدان مهمة يعني للتواصل، وهذه العلقة الروحية للتواصل مع أبناء تلك البلدان، منها في مثل ما بينا في الباكستان والهند وتركيا ولبنان، وإن شاء الله ساعين ل أن تكون هنالك مهرجانات في عدة دول أخرى. المجال ربما يضيق لذكر بعض النشاطات، يا ريت نركز على نشاطات موسم 40. القسم هذا القسم المبارك مع هاي المؤسسات أكيد كان له نشاط واسع في موسم 40
السابقة وقطعا الحالية هذا الموسم 1442. نعم، زيارة الأربعين ما لها من خصوصية وكثرة الزائرين الذين يفدون لزيارة مولانا الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام، كان لزاما على العتبة المقدسة بتوجيه أقسامها ومن ضمنها قسم الشؤون الفكرية أن تتواصل مع الزائر الكريم وتقديم كافة الخدمات سواء من إيواء، إطعام، خدمات، خدمات فكرية، نشر فكر آل البيت. فلذلك كانت هناك محطات من محافظة البصرة وصولا إلى كربلاء ومن محافظة بغداد وصولا إلى كربلاء، نشر محطات فكرية كل 30 كيلو 25 كيلو أعتقد هناك محطة فكرية، تعليم الصلاة، سورة الفاتحة، سور القصار، محطة لملتقى القمر لإرشاد الشباب وتعريفهم بالأفكار الضالة الهدامة التي ربما يقع بها، يعني عملية تحصين يعني الزائر وتوعية تحقق أشبه خلال مسيرة بمدرسة، يعني مدرسة متكاملة. الجانب النسوي لم تخفل عنه العتبة، لذلك وضعت بعض المحطات النسوية 100%، الداخلين إلى هذا المخيم نساء، المدرسات، المعلمات، الموجهات هن من النساء. تستخدم عرض فيلم قصير عن الوضوء، عن أداء الصلاة، الأمور الابتلائية التي تحتاجها المرأة، ربما يكون حياء أن تسأل الرجل. لذلك حرصت العتبة المقدسة من خلال قسم الشؤون الفكرية والثقافية وقسم الشؤون الدينية وقسم المعارف وقسم الإعلام، الأقسام المختصة بتهيئة كوادر نسوية في محطات خاصة على طريق بابل كربلاء، نجف كربلاء، بغداد كربلاء، محطات نسوية خاصة بكادر له من المعلومات الثقافية الدينية التي تعرف المرأة بالأمور الابتلائية. ربما الزائرة تحتاج إلى بعض المسائل في هذا المسير، إضافة إلى التحصين والتوعية ضد الأفكار المنحرفة التي ربما البعض يحاول أن يجذب الفتيات المراهقات التي يعني مبارك. احنا حقيقة لازم نكمل، عندنا بالمقطع الثالث راح نروح الفاصل إن شاء الله ونتكلم عن نشاطكم في موسم الأربعين باعتبار هناك تحديات. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل ونواصل إن شاء الله. في بادرة فريدة من نوعها تهدف للحفاظ على التراث الإنساني، ترميم المخطوطات في العتبة العباسية المقدسة نافذة واسعة بهذا المجال. في خطوة ضرورية للحفاظ على ثروة وإرث تاريخي لا يقدر بثمن، كثير من المخطوطات معرضة للاندثار، قد أعيدت لها الحياة بفضل هذا المنجز. مخطوطات يتجاوز تاريخها مئات السنين. كل هذا بجهود وخبرات عراقية محترفة. المشروع يقدم خدمة عالمية للإنسانية بشكل عام. مركز ترميم المخطوطات في العتبة العباسية المقدسة يد سباقة في حفظ التاريخ. عدنا لكم أعزائي المشاهدين لتكملة هذا اللقاء، والسيد عقيل ياسري معاه رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية، تكلمت عن نشاطات ربما تخص الناطقين باللغة العربية باعتبار احنا عندنا زوار هم الأغلبية الناطقين باللغة العربية سواء من العراق وهم الأغلب من بين الناطقين بهذه اللغة والدول العربية التي فيها من أتباع البيت. بالنسبة للأجانب يعني هناك نشاطات للقسم في هذا الموضوع بالنسبة للزائرين بالنسبة للطوال العام، يا ريت تحدثونا عن هذه المسألة.
بلا شك هذا الجانب لم تخفى عنه العتبة العباسية المقدسة، لذا حرص قسم الشؤون الفكرية والثقافية ومن خلال شعابه منها مركز دراسات الأفريقية هو أحد مراكز التابعة إلى قسم الشؤون الفكرية والثقافية بتهيئة كوادر يتكلمون اللغة الساحلية السواحلية بقية اللغات إضافة إلى الفارسية واللغة الإنجليزية. هذا المركز ومركز دراسات الاستراتيجية إضافة إلى رجال الدين الموجودين في قسم الشؤون الفكرية والثقافية كان لهم مع هذه المحطات التي تكلمنا عنها أماكن لخدمة الزائر ربما لديه سؤال ربما لديه تعقيب عن معلومة، فحرص قسم الشؤون الفكرية والثقافية أن يوجد يعني أكاديميين أو رجال دين من نفس هذه البلدان الهند باكستان الدول الأفريقية إيران إضافة إلى اللغات التي يأتي بها يعني البلدان الأوروبية التي يأتي منها بعض الزائرين ليس بكثرة ولكن اللغة الفرنسية والإسبانية الفرنسية الإنجليزية هم لدينا بعض المترجمين متواجدين إضافة إلى تواجدهم في داخل العتبة المقدسة من خلال مركز الكفيل للترجمة أو لدينا في شعبة الدراسات والنشرات أيضا بعض الأخوة المترجمين يكونون في خدمة هؤلاء الزائرين بالأعوام السابقة. نعم هو العوام عندك السنة نشاط خاص عندنا تحدي جائحة كورونا. نعم. فما هو نشاط القسم في هذا الموضوع باعتبار الموسم هذا العام بالإضافة للزحام هناك عندنا تحدي جائحة كورونا ولقينا أقسام كثيرة كل من في مجال عمله لقى حلول لهذه التحديات بالنسبة لقسمكم ما هي مساهمته في يعني توعية الزائر ربما أو شيء من القبيل؟ نعم نعم الزيارة حاصلة ويجب أن نستعد لخدمة الزائر ولو في هذه الظروف يعني وإن كنا في ظرف صحي من وباء كورونا سلم الله الجميع منه إن شاء الله. لذلك حرص قسم الشؤون الفكرية والثقافية بأن يقدم الخدمات الصحية إضافة إلى الخدمات التوعوية والتثقيفية في كل محطة التي تكلمنا عنها سيكون هناك محطة لقسم الشؤون الفكرية أكون يعني إن شاء الله كابينة للدخول كابينة التعفير إضافة إلى إعطاء المعقمات والكمامات وغيرها والتثقيف على ارتداء الكمامة والقفازات. في الأعوام السابقة كنا ننشر بروشورات باللغتين العربية والإنجليزية واللغات الأخرى الفارسية والأوردو لتثقيف الزائر بالأمور التي يحتاجها سواء الأمور الابتلائية أو التوعية وتعريفها بفكرة البيت. هذه السنة إضافة إلى هذا المضمون هنالك بروشورات طبعت باللغة العربية باعتبار أن الزوار الذين سيخدمونهم من محافظاتنا العزيزة فإضافة إلى ما سيقدمه هذه الكابينات من أمور تثقيفية على ارتداء الكمامة القفازات عدم الاختلاط عدم الأكل بأواني مستخدمة سابقا. نعم. يعني تعريف أيضا صاحب الموكب والزائر يعني الكريم يعني تعاملكم صار إسناد لجانب التوعية الصحية أحسنتم وتقريبا هو تنفيذ لتوجيهات المرجعية في هذا الصدد يعني إسناد لصاحب الموكب وتعريف الزائر بأن يحتاط إلى أن يصل إلى مدينة كربلاء ويرجع إن شاء الله سالما من هذا الوباء وهذا البلاء. بالنسبة إلى ملتقى القمر أنا اللي يعني سمعت أو شفت أنهم جاي يعدون مقاطع فيديوية توعوية في هذا المجال في مجال يعني توعية الزائر في مجال توعية الشباب عندكم عمل في هذا المجال ما يخص الأربعين لملتقى القمر هذا النشاط وللمرجع الإلكتروني إضافة إلى المكتبة النسوية عدوا مقاطع قصيرة أو دقيقة أو دقيقتين تعريف بالمرض وخطره التعريف بآلية الحماية والتحصين التعريف ضرورة عدم الملامسة للأشياء للأسطح
وغيرها من الأمور التي تم اقتباسها من وزارة الصحة طبعاً. جيد، يعني هي حقيقة الانتشار وتكون ساندة لوزارة الصحة وللجهات الصحية، إضافة إلى المواكب، والهدف الأسمى هو خدمة الزائر وسلامة الزائر إن شاء الله من هذا الوباء. حقيقة نشاطات كثيرة وكبيرة تستحق فعلاً يعني الوقوف إجلالاً واحتراماً لها، لكن للأسف الوقت قصير وانتهى عندنا وقت الحلقة. نتمنى إن شاء الله في لقاءات أخرى أن نتكلم عن هذه النشاطات في مواسم أخرى. أعزائي المشاهدين، شكراً لحسن إصغائكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.